قبل ما نجيب على سؤال أو سؤالين، أنا دار أعلق على موضوع جاي طنبه الناس هذه الأيام وبتناقلوه في وسائل الإعلام، وهو الموضوع بتاع قرار بتاع السعودية إنها سمحت للمرأة بقيادة السيارة. قدر ما تفتح أي واحد من وسائل الإعلام إن كانت مقروءة ولا مسموعة، الناس جايطة بالموضوع ده. وأنا ما عندي شغلة كثيرة مع قرار بتاع حكومة إن كانت في السودان ولا في السعودية. نحن ليس من اختصاصنا نعلق على قرارات بتاعت حكومة يا أخواننا، أبدا ليس من اختصاص الدعاة إنه يعلقوا على قرارات حكومات إن كانت هذه القرارات سلبية أو إيجابية، لأنه منابر الدعوة ما مكان أبدا لمناصحة حاكم ولا الكلام عن حاكم لا بالسلب ولا بالنصح ولا بغيره. وتعليقي أنا مش على القرار كونه تسمح للمرأة تقود السيارة أو ما تسمح لها، ده ما تعليقي. أنا تعليقي على العلمانيين والإخوان المسلمين اللي بيستغلوا هذا الحدث للطعن في العلماء، ده أنا بس موضوعي معادل. البيجي بقول لك قبل اليوم أفتوا بحرمة قيادة المرأة للسيارة، الليلة أفتوا بأنه المرأة تقود السيارة إلى آخره من الكلام الكثير. أعرف أول حاجة أنه الحاكم يا أخواننا عنده الحق في أنه متى ما رأى من الناس تساهلا في أمر من الأمور أن يصدر قرارات فيها عقوبة وفيها تشديد على الناس عشان يوقف التلاعب، ده أمر مشروع. زي ما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تساهل الناس في أمر الطلاق، ده في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقى الناس بيتساهلوا في طلاق الثلاثة، الواحد يقول لها طلقانة بالثلاثة وبعد ذاك اللي بتقع طبعا طلقة واحدة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقع واحدة، وفي عهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنه. بعد ذاك عمر الخطاب لما رأى إنه الناس بيتساهلوا في الأمر ده قال لهم اللي بيقول طلقانة بالثلاثة بتقع له ثلاثة. لاحظ ده، ده من الأحكام الاجتهادية اللي عمر رضي الله عنه بيرى إنه فيها تأديب للمجتمع وإنه المجتمع يتزن وما يتلاعب بمثل هذه الأمور. ولذلك العلماء قالوا الحاكم له الحق في الاجتهاد في تقدير أمور معينة بيرى إنه فيها المصلحة لدين الناس أو دنياهم، وممكن تتغير رؤية الحاكم، يعني يرى اليوم شيء معين وبكرة يرى رؤية أخرى. ونحن كناس تبع للحاكم إن كنا دعاة أو غير دعاة ليس لنا الحق في التعليق على أمور زي دي، إنما نحن نحسب أن ولاة الأمور لو كانوا في السودان في السعودية في مصر في غيرها من البلدان نحن نحسب إنه آراؤهم البيروة دي في المصلحة للناس، ونحن بسمعنا وطاعتنا نبتغي أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا أمورنا، ربنا سبحانه وتعالى بيصلح لنا أمورنا. أما كون زول يستغل الموضوع ده زي ما واحد كاتب من أنصار السنة كاتب في الفيس قال شان تعرفوا الناس الدمى الكتب تطبلوا لون، ده من أنصار السنة كادر كبير من كوادر أنصار السنة، قال تلك الدمى جمع دمية يعني التي تطبلون لها وما تسمى بهيئة كبار العلماء. انت قال ده بتكلم عن منو؟ ده ما بتكلم له عن واحد زيي وزيك، ده بتكلم عن كبار العلماء كالشيخ صالح الفوزان وصالح اللحيدان وغيرهم من أهل العلم، ده بيسميهم دمى دمية، ده اللي انت باقي لك ناس بترجو منهم خير. وبعد ده
نحن لما نتكلم في عالم من علماؤنا أو دعاتهم الفاشلين ديل، لما نتكلم فيه بكلمة حق واحدة تقوم الدنيا وما تقعد، يقول لك سبوا العلماء وأساؤوا للعلماء، وده كادر من كوادرهم بيسمي كبار العلماء دوما، دي دوما يعني قاعدة بحركوها بودوها بيجاي وودوها بيجاي. دي آخر المراحل اللي وصلوا لها. على أي حال يا أخواننا، مسألة إنه المرأة تقود السيارة ولا ما تقودها، دي في النهاية مبناها على المصالح وعلى المفاسد، كما قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، قائمة على المصالح والمفاسد. ما هي المفاسد المترتبة على إنه مرأة تسوق لها عربية وتمشي بها في الشارع؟ وما هي المصالح المترتبة على منعها؟ ده الموضوع كله هنا. العلماء ذكروا مفاسد، والمفاسد دي قائمة، مش المرة ساقت سيارة ساقت عربية مرقت بها، نمرة واحد، راجع كلام أهل العلم، نمرة واحد المرأة بتتعرض إلى الاختلاط بالرجال، ده حرام ولا ما حرام؟ ده حرام. الصحابية قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم بعد سلم في الصلاة قالت ينتظر قليلا إلى ما شاء الله حتى تقوم النساء، بينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ما بقوم، والصحابة ينتظرون بانتظار النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقوم النساء. يمرقر النساء في الأول عشان ما يختلطوا بهم في الشارع. وجاء في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو خارج من المسجد، الراوي يقول إذا اختلط الرجال بالنساء، نسوان ورجال مارقين مع بعض في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس لكنا وسط الطريق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم قانون في الشارع، المرأة ما تمشي تتقدل في نص الشارع في النص، إنما تمشي على الطرف، والرجل يمشي في الوسط، ما يختلط الرجال بالنساء. المرأة الليلة سايقة عربية بعد أحد الزحم تخش الزحمة مع الرجال، حتضطر المرأة إلى كشف وجهها أو على الأقل على كشف أعينها عشان تشوف، لأنه ممكن ما تشوف كويس، تقول لك أصلا أنا ما شايف أحسن أرفع النقاب ده، ونحن هنا ما في نقاب ذاته، أخير هناك في نقاب بيكشفوه، هنا ما في شعر ذاته فاكنه، مرة سايقة العربية وممكن زيادة على كده ممكن تعمل معاك شكلة في الشارع، أنتوا ما شايفين الشارع بتاعنا ده كيف؟ كذبت على السعودية خليه، هسا في الشارع ده هنا ذول ماشي بعربية والمرأة ماشية جنبه، أغلب الناس إلا من رحم الله ما عندهم ديانة وما عندهم أخلاق، مما يشوف لها مرة بقروصة في الشارع يخليها تكورك ولا ما كده الكلام ده؟ دي كلها مفاسد. زد على ذلك إذا السيارة بتاعتها ذات العربية لو عطلت، المرأة بترقد تحت العربية بتصلحها ولا بتمشي تجيب لها راجل يصلح لها العربية؟ ميكانيكي تمشي تجيبه من هناك تقول لها تحت العربية ارقد بجاي وامرق من هنا، يا ناس دي بلاوي، وتنقطع بها العربية في محل ما فيها زول، وقول حصل لها حادث وتعوقت، اللي بيشيلها بوديها المستشفى منو؟ يجي واحد ليس من محارمها، وفي الغالب الناس إلا من رحم ربك لا خلاق لهم أخلاق ولا دين. الواحد لما يلقى مرأة في وضع زي ده يحصل ما يحصل مما تراه الأعين الليلة، انت شايف براك الأشياء اللي بتحصل في مثل هذه المواقف. ولذلك العلماء قالوا يلزم من قيادة المرأة للسيارة أولا نزع الحجاب، اثنين نزع الحياء. مرة سايقة عربية دي في الغالب ما بكون عندها حياء، انت قربت منها بتحذر ليك، كترت الكلام بتنزل القزاز بتنبذك وبتفوت، فبينزع الحجاب وبينزع الحياء، فهمت؟ وتنزع بعد ذلك كثير من الأمور بتضيع بسبب هذا الأمر. وبالتالي العلماء لما تكلموا في الموضوع ده لأنه فيه مفاسد يا أخواننا بتترتب عليه. الآن نحن نشاهد ونلمس ونتابع في المجتمع ما يحصل من الفساد الأخلاقي اللي وصل أعلى درجات الفساد الأخلاقي في مجتمعنا
اللي هو فيه اختلاط بين الرجال والنساء في العمل، اختلاط في المواصلات، اختلاط في الجامعات غير. انت قاعد انت عارف الحاصل؟ انت هسه بنتك واختك بتقرا، عارف اللي بيحصل هناك شنو؟ في الجامعه انت عارف الحاصل؟ يا اخي الجرايد تكتب قبل ايام، جريده تكتب ابتزاز من معلمي او محاضري الجامعات للفتيات، وتنتهك الاعراب بسبب النجاح في الامتحان. واحد يقول لا دار تنجحي، ايوه تعالي لي بعد الساعه 6. ده نظام، ده ما كلامي انا، اقرا الجرايد. الجرايد بتحكي لك حال المجتمع واعترافات من اساتذه، وذكروا كليات خليني منها، وذكروا جامعات باسمها خليني منها. ده مجتمع الان، انت سيبك من الجرايد. الشايفه انت شويه مره تركب في المواصلات، وزمان كانوا الرجال بعكس النسوان، هسه النسوان بعكس الرجال. تركب انت تلقاها يا اخي واحده تكتب في الجريده، نحن ذات الجرايد دي ناقلين لنا البلاوي يا اخي، مقطع قلبنا. الجرايد دي ذاتها عواليك الا من رحم ربك. واحده كاتبه في الجرايد قالت شارعي بيت ختم، طبعا الجماعه بسموه بيت ختف، بخطفوا منه النسوان في الشارع ده. واحده قالت دي من الخبراء وقديمه وعندها خبره طويله في البرنامج ده شغلك. ادلت بتصريحات للجريده، قالت لهم الاولاد ذات نافسونا في الشغل بتاعنا، اولاد قليلين ادب، سيبك من بنات ما نافعات، اولاد ما نافعين نافسوا البنات في محل الكريمات ومن ثم في الشارع بتاع الديم وشارع وين واقفين. العربات بترفع اولاد وبترفع بنات كله. ده مجتمع يا اخوانا، وده واقع انت عايش الليله. اذا كان الفساد وصل الى مرحله الاولاد فحدث عن البنات ولا حرج، حدث ولا حرج، ده واقع الناس عايشين الليله. يجي زول الان ينادي يقول لابد المراه تمرق وحريه حريه، والمراه لابد نساويها بالراجل، تساويها بالراجل كيف؟ الله يهديك يا اخي. يا اخي النساء ربنا سبحانه وتعالى اختار لهن ما هو الاصلح لهن. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. اقعدي في بيتك، مارقى ليه؟ مارقى الشغل، دار تشتغلي اولا لو كانت بك حاجه او ضروره للشغل. تمرق المراه نمره واحد محجبه، ما تمرق لابسه تحت الركبه وفوق الركبه وستين كريم دقان في وشها، تمرق محجبه لانه ربنا قال وقرن في بيوتكن. الاصل المراه تقعد في البيت، لو طلعت قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. نمره اثنين المراه تكون بعيده من الرجال، ما تحتك بالرجال، ما تخالطهم. ربنا سبحانه وتعالى قال عن ابنتي شعيب عليه السلام قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، الرواعية قاعد يسقوا. قال ووجد من دونهم امرأتين تزودان، لأنه دي المؤدبات، دي المحترمات، دي المحتشمات، دي المهذبات بالأخلاق الإسلامية. قال تزودان يعني بذودا بهائم، ببعدا بهائم من محل الرواعية عشان ما يختلطنهم بالرجال. قال ما خطبكما انتا وقفت براكا مالكا، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لحد ما يفوتوا الرواعية ديل نحن بعد ذاك بنجي نسقي بهايمنا. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، عشان ما يتبادر للذهن إنه إتا أصلا جيتا ليه؟ الرواعية يفوتوا ولا يقعدوا؟ إتا جيتا ليه؟ طوالي جاوب له قال وأبونا شيخ كبير، يعني لو أبونا شاب صبي أكان بيجي يسقي براو، لكن أبونا ما بيقدر، جينا نسقي نحن للحاجة. لذلك المرأة ما تمرق إلا لحاجة، لحاجة بتضطر إنها تمرق، بعد ذاك تمرق مهذبة، تمرق محتشمة. لكن ده لسه بتلقاني وين في المجتمع؟ أسألك بالله وين المرأة الآن في المجتمع؟ أن لما تجي داخلة في مكتبة الراجل ما بيقدر يخش عليها، تجي المكتب ده يا دوب الونسة بدت، يجي واحد بيطقطق لها في لبانة داخل عليها، ازيك صباح النور منور بيك الصباح،
مالك مالك يا اخ؟ انت دخلك شنو يا اخ؟ انت ما عندك شغله؟ انا اشوف شغلتك يا اخ. لكن المجتمع يفسد يا اخواننا بفساد النساء. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. ده خطر، المجتمع يفسد عن طريق المراه. ولذلك من المحاولات اللي بيحاولوها الناس المجرمين اذا كان داخل السودان ولا برا السودان انه يفسد المجتمع بالبنات. الان تعال شوف اولادنا في الجامعات رايحين ساي، رايحين خليك من دين دنيا، رايحين منها ماف قرايه ذاته ماف. الولد همه من الصباح كيف يسطر البنطلون بتاعه وكيف يطقم، فهمت؟ ولابس شنو؟ ولابس بنطلون ضيق فوق وواسع تحت وواسع فوق وضيق تحت، واحدين مشرطين بهنا ومقدد بورا ومنصله، يا الله يمش في الواطه. ده همه كله، كله همه ده قرايه، لا شايل دفتر. يا اخوانا طالب جامعه لا دفتر لا قلم لا ورقه لا كتاب ولا اي شيء، سماعه معلقه وبنطلون المبشتن ده بس، ده طالب جامعه. نحن بنمشي لقدام، باقي لك خليك من الدين. الدين ده ما اصلا راح، الدنيا دي بنمشي فيها لقدام احنا يا ناس. وبالتالي دي كلها من الحملات اللي بيقودوها الناس لافساد المجتمعات. وفتوى العلماء في المساله دي واضحه. بعد ذاك اذا قدر الحاكم امر معين هذا مما يخص الحاكم، ولسنا ابدا ممن يعلق على ذلك او يزيد في الكلام. ده ما موضوعنا، موضوعنا معاك الناس اللي بيناقشوا في الفتوى دي، وريناك الفهم.